الإشكال كان موجود منذ البداية حتى مع الناس بالوطني صح. وأنا كنت تكلمت مع عدة مرات في وحضرت معه في عدة حصص رياضية نتكلم ممكن نرجع عليها والناس ممكن كرهت الكلام عليها تواريخ الفيفا أصبح قدرة المدرب وأيضا قوة المدرب في اختيار اللاعبين اللي قادرين يلقوا الحلول الفردية ما نقولش فريق وطني اللي راه يتربص 48 ساعة في 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 شهرين ولا 3 أشهر راح نلقاو من نهار وليلة مستوى جماعي هذا مستحيل ناخذ الوطني حتى الفريق الوطني لو نرجع إلى الوراء ما عدا مقابلة الكوت ديفوار مقابلة إنجلترا في كأس العالم ما شاهدناش فريق وطني يلعب بطريقة جماعية كانت الكرات الثابتة اللي خلقت الحلول وأيضا الحلول الفردية تاع بعض اللاعبين وخاصة المشاركة تاع بعض المدافعين في الكرات الثابتة لكن هذا أنا أقول الآن أصبحت اختيار تاع المدرب راح يلعب دور كبير في اللاعبين اللي يتمناهم أنهم يلقاو الحلول الجماعية واللاعبين اللي راح يلقاو الحلول الفردية. خاطرنا أربع دقائق تكلمنا على المنتخب الوطني تكلمنا على اللاعبين وما تكلمناش على الحارس حارس المرمى اللي ممكن يكون عنده دور كبير في المباراة ممكن تنقلب كل شيء بسبب حارس المرمى. شو حارس المرمى عندنا حارس نظن باللي المستوى تاعو لاباس به راهو ظهر في عدة مباريات المباراة الأخرى اللي دارها في عندنا ضد نفس الخصم هو المغرب كان واجد في عدة محاولات تاع المهاجمين تاع المغاربة حاليا أول حارس هو الملحي اللي بين ظهر على الإمكانيات الهائلة اللي عنده نظن بلي راح يكون كل خمس دقائق تكون عنده هجوم تكون مهاجمة تدخل ليه نظن بلي من هذاك الجانب نظن بلي المدافعين نوعا ما كانوا على مرتاحين من جانب الحارس ممكن نديروا إحصائيات من مقابلة في كأس العالم ضد إنجلترا حتى المقابلة الأخرى هذه في علامة الملحي كان في المستوى ضد إفريقيا الوسطى كنا نقدر نخسروا 4 أو 5 أهداف دار تدخلات كانت في المستوى ضد إنجلترا قام بتدخلات في المستوى ضد أمريكا في مقابلة أمريكا قام نصر المباراة المتوسطة اللي دارها ضمن مع تنزانيا بداية الموسم هاتوا فيها اللي ما كانش تقييم الحارس موش في تلقي اهداف وعدم تلقي اهداف تلقي اهداف باي طريقه لما تكون عندك حارس تكون عنده ثقه في المدرب شاهدنا المقابله مؤخرا اللي هي رابطة الابطال الاوروبيه فوندرسار تلقى 3 اهداف من دار مقابله وهذا ما ينقصش من قيمه الحارس الكبير تلقى 3 اهداف ولكن حارس في نهايه المشوار في نهايه ولكن يبقى فوندرسار لا حارس ما لكن بالنسبه لازم التقييم أنا أقول لك في نفس المستوى مع البطولة حراس البطولة الوطنية أنا نفضل بولحي لأن بولحي راهو يلعب في بطولة راهو أمام مهاجم في كل خطرة مهاجمين من مستوى أحسن من مستوى البطولة الوطنية وبالتالي نقول هذا الحاج عدلان مليح مقارنة بواش مقارنة بحاجة بولحي مقارنة بالحراس اللي موجودين في البطولة الوطنية أحسن حارس جزائري اللي راه موجود وبالتالي نستعمل أحسن لاعب يزيد قلب أحسن الفريق بصفة عامة ماهوش ريكيلي الحارس بولحي نظن بلي راه في لي بيرفورمونس تاعو يلعب شوف لي مون في ليكيب ناسيونال اللي عنده ان روندمون ريكيلي جا ليكيب ناسيونال دائما تتكل عليه لابراغ انا نقولوا بلي بولحي لان عنده مستوى راح يقولوا بلي ملحي راح يسلك راح يجيب الماتش تاعو انا نقدروا نهضروا لا ميم شوز على لي زوتر جوار انتيغري في الكوليكتيف احنا على بالو كان فايت لو روند مو تاع لي جوار ملحي كاع عندنا اليقين بدون خط دفاع ما عندنا اليقين بلي ملحي راح يدير ماتش لاباس به المستوى تاعو باين والمردود تاعو باين لكن لو كيستيونمون كونسيرن لو ريست دو ليكيب ميز ا بار لو غارديان وكان كاع لي جوار عندهم لا ميم فالور كو ملحي وعندهم لو ميم روندمون ما يحطوش منه كيما بولحي بعدنا ما نخافوا من الماتش هذوما
هذا هو البروبليم لي انا اعتقادي بلي لي جوار هادو الرودمون تاعهم شونج دو ماتش اي لوتر. هذا يجب ان يكون فريق متكامل ومتناسق وان شاء الله بنتيجه ايجابيه في المباراه مباراه العوده مع المنتخب المغربي بمدينة مراكش المغربية. المباراة يمكنكم أيها السادة السيدات مشاهدتها على كل القنوات الجزائرية سواء الأرضية الثالثة قناة الجزائرية والقناة الرابعة قناة كابل الأمازيغية وذلك على الساعة التاسعة مساء. فإلى ذلك الحين ستلتقون مع زملاء من القسم الرياضي بتحاليل أخرى قبل وبعد المباراة. نشكرك سيدي التوفيق قال لك ناصر هو حاج عدنان على حضوركم للمره الثانيه في الجلسه الرياضيه ونشكركم يا مسلم سيدات على حسن انتباهكم مع تحيه الطاقم الفني للاستوديو رقم واحد دائما مع بلال معاصم والمخرج يزيد بكم الى الملتقى ان شاء الله.